شو يا حلوة، جيب لك شاي كمان؟ أمي عدي شوي، بدي حاكيكي بموضوع مهم. شوفي أمي، بدي أقول إنه فكري بيك بالمستشفى. بيكون راح يزور شكران ويشق عليها، بالنهاية هي مرته. ايه ماما، بس كمان وهو هنيك وقع واضطروا يخلوه بالمستشفى، يعني هو هلأ مريض. شو قلتي؟ قليلي شو صار بالضبط؟ قلبه ما تحمل؟ يعني حبيبتي قوليلي شو صار له؟ مو هيك القصة، وقت كان عنا كان يسعل دائما، بتتذكري؟ عرفوا السبب مبارح بالمشفى. أكيد ذات الرئة، مو هيك بنتي؟ لا والله. أصابته يعني؟ ولا هاد ماما، شي تاني. شوفي قولي خلصيني. تشمع بالكبد. تشمع شو؟ شلون بيطلع معه تشمع؟ والله فكري بيك ما بيستاهل هاد الشيء. ماما اهدي شوي، ما رح يصير له شيء، هنن عم يعالجوه بالمشفى. بس الكبد يا بنتي ما في له علاج بنوب، مو معقول. روحي رح جيب لك الدواء. تشمع العمى، تشمع كبد. ماما لا تخافي، رح يلاقوا له متبرع ورح ينقلوا له كبد جديد. عدي ماما، عدي لو سمحت. أنا اللي ما قدرت دير بالي عليه منيح لهالرجال، أنا السبب بكل شي صار مع فكري بيك. أخ يا فكري بيك، شو صار فيك؟ أمي لا تحكي هيك، عمو فكري مدمن على الكحول وأنت ما دخلك بالقصة. لك يا بنتي أنا ما كان لازم أسمح له يشرب أبدا، بس أنا كل ما بيطلب بيرة بعطيه، أنا السبب اللي صار فيك، أنا السبب. يا ماما الرجال بيشرب من زمان، يعني أكيد ما صار معه هيك بسبب 5 أو 6 أناني بيرة عطيتي إياهن أنتي. ماما اهدي شوي، حاولي تروقي حالك ماشي؟ والله شي حرام، أنا بدي روح لعنده، رح أروح. أمي رح نروح لعند فكري بيك هلأ. أمي معي، فكري بيك هلأ بحاجتي. بلا ما تروحي هلأ، يعني برأيي بلا ما تروحي وتشوفي وهو بهالحالة، وبعدين انتي ما عم تتحملي روحة المشافي بنوب يا روحي. بس يخبرني أحمد شي رح خبرك يا دغري، ماشي حبيبتي؟ معقول يموت؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.